أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية تعليمية جديدة نبدأها معكم بعناوين الأخبار. وزير التربية والتعليم يتحدث عن عهدة التابلت في مرحلة التعليم الأساسي. التعليم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة مستمر حتى 3 فبراير. وكيل تعليم كفر الشيخ ندعم الطلاب المبتكرين لتشجيعهم على الاختراع وإفادة الوطن. التربية والتعليم تنفي 4 شائعات أبرزها إجازة السبت للمعلمين. طارق شوقي إضافة التاريخ والجغرافيا والعربي للصف الأول الثانوي بمحتوى بنك المعرفة. التعليم تتيح كلمة السر والبريد الإلكتروني لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة. وكيل تعليم البحيرة يتفقد أعمال امتحانات نصف العام بمدارس دمنهور. وصول حملة 100 مليون صحة لديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء. والخبر الأخير في نشرة اليوم، نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الوادي الجديد. النشرة بالتفصيل. وزير التربية والتعليم يتحدث عن عهدة التابلت في مرحلة التعليم الثانوي. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا بشأن الإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي. أوضح الوزير أن جهاز التابلت الذي سيسلم للطلاب سيكون بمثابة عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ولا يرد إلا في حالة تحويل الطالب لنظام تعليمي آخر، مشيرا إلى أنه يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل من المعلم والإداري عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل. وأكد الوزير أن الفئات المستهدفة لاستلام أجهزة التابلت هي طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والعاملين بالمديريات التعليمية من فئات مدير، وكيل مديرية، مدير عام التعليم العام، وموجه عام المواد الدراسية الأساسية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، والعاملين بالإدارات التعليمية. وأكد الوزير أنه في حال رد جهاز التابلت من الإداري أو المعلم أو الطالب قبل نهاية فترة الضمان المقدرة ب3 سنوات من تاريخ التشغيل، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل لباقي فترة الضمان المحددة، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارات التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة. التعليم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة مستمر حتى 3 فبراير.
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بدأت وتنتهي في 3 فبراير المقبل، حيث يستمر تسجيل الطلاب للاستمارة لأكثر من شهر. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت تسليم كلمات السر والبريد الإلكتروني للطلاب المتقدمين للامتحان الثانوية، وذلك تمهيدا لبدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحان الثانوية. كما يلزم تسليم كلمات السر لكل طالب في سرية وتوقيعه في كشف الاستلام. وشددت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم بسرعة إبلاغ المدارس الثانوية في جميع المحافظات. وكيل تعليم كفر الشيخ: ندعم الطلاب المبتكرين لتشجيعهم على الاختراع وإفادة الوطن. تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ورافقها خلالها الدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية ورئيس مجلس أمناء كفر الشيخ والمدير العام للتعليم العام. وعقدت وكيل الوزارة اجتماعا بحضور عدد من المسؤولين بالمدرسة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والطلاب للاستماع إلى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ووعدت بتكريم المتميزين وبزيارات دورية للمدرسة. وتناول الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس أمناء المحافظة سبل التعاون بين المجلس والمديرية والمسؤولين عن المدرسة ودعم المدرسة من خلال مجلس الأمناء. التربية والتعليم تنفي 4 شائعات أبرزها إجازة السبت للمعلمين. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية المقررة على الصف الأول الثانوي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن منح وزارة التربية والتعليم للطالب تابلت جديد مجانا في حالة ضياع أو إتلاف التابلت الذي تسلمه مسبقا، موضحة أنه في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز خلال المرحلة الثانوية يمكن للطالب الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه. ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، إلا أن حاجة العمل في فترة الامتحانات تستدعي تواجد المعلمين، وأن هذا الإجراء متبع في فترة الامتحانات فقط. وأكدت الوزارة أن إلغاء إجازة يوم السبت يطبق كل عام خلال فترة الامتحانات فقط. ونفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن تعيين وزير التربية والتعليم ل36 مستشارا جديدا و13 معاونا له، مما يحمل موازنة الدولة أعباء مالية باهظة، مؤكدة أنه لا صحة لتعيين هذا العدد بالوزارة، وأن الفريق المعاون للسيد الوزير يتكون من 8 أعضاء وهم 7 مستشارين ومعاون واحد، ولا يتقاضون أي مبالغ مالية من الوزارة، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعات هو إحداث البلبلة وإغضاب الرأي العام. طارق شوقي: إضافة التاريخ والجغرافيا والعربي للصف الأول الثانوي بمحتوى بنك المعرفة.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه كما وعدنا منذ أيام قليلة فقد تمت إضافة مناهج التاريخ والجغرافيا واللغة العربية إلى منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة والتي تم إعدادها خصيصا لطلاب الصف الأول الثانوي. التعليم تتيح كلمة السر والبريد الإلكتروني لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسليم كلمات السر والبريد الإلكتروني للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة، وذلك تمهيدا لبدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحان الثانوية. كما يلزم تسليم كلمات السر لكل طالب في سرية وتوقيعه في كشف الاستلام. وشددت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني سرعة إبلاغ المدارس الثانوية في جميع المحافظات. وكيل تعليم البحيرة يتفقد أعمال امتحانات نصف العام بمدارس دمنهور. أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام أعمال امتحانات نصف العام الدراسي دون أي مشاكل، مضيفا أنه تم التشديد على الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات ومواجهة حالات الغش بكافة الطرق وإحالة المخالفين للتحقيق بشكل فوري، حيث اشتملت جولته التفقدية على مدارس دمنهور الثانوية العسكرية ودمنهور الثانوية بنات ومدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات ومدرسة عمر مكرم الثانوية. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى جاهزية جميع اللجان لبدء الامتحانات في جميع الإدارات وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لها، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، كما تم تشكيل غرفة عمليات مماثلة في كل إدارة تعليمية. وكيل وصول حملة 100 مليون صحة لديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء. قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وصلت إلى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وكان في استقبالها المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي عملت على توفير مكان للفحص والتحليل بديوان عام المديرية، وأكدت أن الأسبوع المقبل سيشهد الفحص والتحليل للأهالي من حي كرامة شرق العريش. وشددت وكيل الوزارة على سرعة صرف العلاج وإنهاء ملفات المرضى وضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وإحضار احتياجات ومستلزمات الحملة خلال المرحلة المقبلة نظرا للطبيعة الخاصة للمحافظة. واجتمع الدكتور رمضان توفيق المنسق العام للحملة مع الدكتور سليمان عوادة مدير عام التأمين الصحي والدكتور محمود راشد مدير العيادات والخدمات الطبية لسرعة إنهاء ملفات المرضى وتقديم العلاج. النبأ الأخير في نشرة اليوم: نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الوادي الجديد. توجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين إلى محافظة الوادي الجديد في زيارة تفقدية لمدارس ومعلمي المحافظة، وقد رافقه اللواء يسري عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية. وأكد عمر أن الهدف من الزيارة هو متابعة سير العملية التعليمية
التعليمية وتفقد بعض المدارس بالمحافظة ووضع حجر الأساس لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة، والذي تشرف على أعمال إنشائه هيئة الأبنية التعليمية والمتوقع الانتهاء منه خلال عام. وتفقد عمر خلال الزيارة المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة وافتتح معرض أنشطة منظومة التعليم الجديدة، ثم حضور حفل شارك فيه طلاب الصف الأول الابتدائي على هامش فعاليات المعرض، وتلا ذلك الاجتماع بالمعلمين وفق جدول الزيارات الميدانية للاجتماع مع معلمي محافظات الجمهورية ونائب الوزير لشؤون المعلمين. وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات، ومنها زيادة حافز المناطق النائية لمعلمي الوادي الجديد وتيسير النقل ما بين المدن وبعضها البعض، وأيضا المسابقة الجديدة للتعيينات بمدن المحافظة لتدارك العجز في بعض التخصصات. كانت هذه نشرة أخبار مصر التعليمية، شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.